شوفي بقى بصراحة يا بنت الناس، أنا متجوزك بعد استخارة. إيه الكلام اللو ده اللي أنت بتقوله يا عريس؟ لو؟ أيوة لو. لو إيه وهاي إيه؟ خليكي أنت وأنت صايدة حاجة، وأنت بالنسبة لك لو كات مين؟ الفستان ده تلبسيه لما تكوني متجوزة عيل من بتوع الساحل، عيال الفورمة اللي بتسقط بنطلونها ويدق تاتو، إنما أنا نو نو. جرى إيه يا بيبي؟ من إمتى وأنت كده؟ من الليلة وكل ليلة، يعني عرض مستمر. وأنت جاي تتوب على حظي أنا؟ ما انت كنت كويس وكنت سامع عنك كلام حلو كتير. كنت كويس وكنت سامع عنك كلام حلو كتير عمر. لا ولا ايه يا حبيبتي ومصحف؟ لا نو عمر. ايه ده انت حمار؟ انا حمار؟ طب انت كان، طب انت طالع الغباوه دي.